مرحبا بكم أحبائي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. عندي لكم واحد الخبر اللي خبر جديد جدا، وخبر غادي يأثر على جميع الناس وعلى جميع الأصدقاء اللي حابين يشتريوا سيارة واللي عايشين بألمانيا. كنصح جميع الناس ما يشتريوش وما يقتنيوش سيارات الديزل. اليوم تاخذ واحد القرار في مدينة شتوتغارت الألمانية في ولاية البادن فيتنبرغ، مقاطعة البادن فيتنبرغ، كتمنع سياقة سيارات الديزل في وسط المدينة، وهذه هزيمة بالنسبة لصناع السيارات. وكثير من المدن الألمانية غادي تعمل نفس الشيء اللي تعمله ولا اللي عملته الآن مدينة شتوتغارت، بحنا عدد كبير من المدن ستمنع سياقة سيارة الديزل، والناس اللي تشتري سيارة الديزل غادي تضيع واحد، يعني غادي تضيع ماديا وغادي تضيع معنويا، لأنه سيارة الديزل ما عادش عندها هذيك القيمة الكبيرة اللي كانت عندها في السابق. لذلك أحبائي ما تشتريوش سيارة الديزل رغم الفوائد اللي فيها ورغم الرخص بتاعها. كنصحكم أحبائي أنكم تفادوا شراء سيارة الديزل. أما بالنسبة للناس اللي حابين يشتريوها وياخدوها لبلدانهم الرئيسية فهذا شيء تاني، فإن سيارة الديزل غادي يعني ينزل الثمن ديالها وغادي تصبح بثمن رخيص جدا، بحيث أن أي واحد ممكن يشتريها وياخدها على المغرب ولا على الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا فلسطين ولا سوريا ولا الأردن ولا لبنان، هذا شيء تاني. لكن إذا كنتوا حابين تشتروا سيارة الديزل وتسوقوها في ألمانيا ما تعملوش، لأنه ما بقاتش عندها قيمة للأسف. وشنو هو السبب؟ تيقولوا بأن سيارة الديزل كتلوث البيئة، وهذا هو السبب اللي خلى عدد كبير من المدن الألمانية كتمنع سياقة سيارة الديزل في ألمانيا. أرجوكم 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 انشروا هذا الفيديو، انشروا هذا الفيديو، لأنه ناس كثيرة، عائلتكم، أصدقائكم، أحبائكم، وناس مشتريين وكيسوقوا سيارة الديزل، فخبروهم عشان يقدروا وباش يقدروا يبيعوها ويقدروا يتخلصوا منها قبل ما ينزل ثمنها ويصبح وتصبح يعني ويضيعوا في ثمنها الكبير، أو قبل ما الناس تروح تشتري سيارة الديزل، لأنه كيظنوا بأنها كتوفر وما تصبحش عندها ولا قيمة في ألمانيا. أحبائي، إذا أحبائي كنتمنى أن هذا الفيديو عجبكم وكانت فيه الإفادة والاستفادة، لذلك كنطلب منكم أنكم تنشروا هذا الفيديو على الأحبة وتنشروا هذا الفيديو على الأصدقاء باش ناس كثيرة تستفد وأيضا إن شاء الله يعني تستفد وما تضيعش ماديا. أحبائي شكرا لكم، وانشروا هذا الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وضغط أيضا على لايك وضغط على الجرس باش وكي يوصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء ومع السلامة أحبائي، ودمتم بخير إن شاء الله.